اتفاق سلام بين الحكومة الأثيوبية وقوة تحرير تيغراي برعاية إفريقية في أثيوبيا لوقف نزيف الحرب التي استمرت أكثر من عامين وتجاوز تداعيات النزاع، وإن كانت نتائجه مؤلمة، لفتح صفحة جديدة لقبول الآخر ليتصافح الجميع في عاصمة أقليم تيغراي وكأن الحرب لم تكن. فبعض من الارتياح يسود أوساط البلاد بتوقيع اتفاق السلام بين أطراف النزاع لوقف مسلسل القتل في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب بنزوح الملايين، ما يجعله أملا نحو سلام مستدام. بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي شمال البلاد، قدمت كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي منحا مالية إلى أثيوبيا لتعزيز تنفيذ عملية السلام ودعم القطاع الزراعي. وعقب محادثات موسعة وقعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع وزيرة الدولة للمالية بإثيوبيا سامرات أسواسو على اتفاقية منحة بقيمة 32 مليون يورو لدعم الجهود الجارية لإعادة البناء في الجزء الشمالي من البلاد. وبحسب الوكالة الأثيوبية الرسمية فإنه تم الحصول على 28 مليون يورو من قيمة اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، فيما تم الحصول على 4 ملايين يورو الباقية من الاتحاد الأوروبي. وستستخدم المنحة في مشاريع إعادة البناء والتي تهدف لدعم 12 مليون شخص في الجزء الشمالي من إثيوبيا ودعم النشاطات الزراعية ل 400 ألف مزارع في أمهرة وعفر وتيغراي، ومن ضمنهم النساء من ضحايا النزاع. كما سيتم إيداع دعم المشروع لمساعدة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المناطق المتضررة بالحرب، فيما الأربع ملايين يورو المقدمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فستركز على الأمن الغذائي لدعم النشاطات الزراعية على المدى القصير في الأقاليم الشمالية الثلاثة. وتجري وزيرتا الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك زيارة مشتركة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، هي الأولى منذ توقيع اتفاق السلام في 22 نوفمبر بجنوب أفريقيا. ولمناقشة هذه القضية أرحب من أديس أبابا السيد أنور إبراهيم كاتب صحفي. أهلا بك سيد أنور. يعني بداية، قوات تحرير تيغراي تسلم الأسلحة وقوات أمهرة تنسحب من إقليم تيغراي، يعني أبرز بنود الاتفاق يتم تنفيذها على أرض الواقع. يعني برأيك هل يوحي ذلك بأن الاتفاق يسير على قدم وساق؟ نعم، حقيقة في البدء هو يسير على قدم وساق، ولكن هنالك بعض التحديات التي ما زالت تقف عائقا أمام هذه الاتفاقية، وأهم هو أن هنالك جيش من أريتريا المجاور ينتشر في شمال تيغراي، وتعتبر هي من أهم المطالب حتى في اتفاقية السلام. لن يخرج هذا الجيش فأعتقد لن يتحقق السلام بالصورة كاملة، وهنالك الآن أصوات ومناشدات بأن هذا الجيش الأريتري يقوم ببعض الانتهاكات في هذه المناطق. قوات أمهر الخاصة هي قوات إثيوبية في الأول والآخر، وحتى إن خرجت لم تخرج يمكن تسوية هذا الخلاف من بين ليلة وضحاها، وكذلك تعديل بعض النقاط الخلافية ما بين الطرفين. ولكن أن يكون هنالك جيش أو قوات أجنبية على أرض هذه المنطقة وتقوم ببعض الانتهاكات وتواصل هذه الانتهاكات تعتبر أيضا عقبة حقيقية أمام هذا السلام، وإن لم يخرج هذا الجيش ربما قد نشهد تطور آخر من الصراع، أو ربما قد نشهد قيام بعض الحركات المسلحة التي ترفض. هذه التحركات أي كان من طيب سيد أنور، يعني لا شك أن هذا الاتفاق خبر سار للطرفين، لكن ما قدرة الأطراف على أرض الواقع في الالتزام بهذا الاتفاق؟ يعني هل لازال هناك تشكيك بموضوع ثقة بين الطرفين؟ نعم، الآن اختلف الوضع عن ما كان عليه في سابق. الآن الوضع اختلف، هنالك نوع من التغارب، هنالك قناعة تامة من الطرفين بأنهم لابد من تنفيذ اتفاقية السلام، وخاصة أن الحرب غدت على الأخضر واليابس وعطلت الاقتصاد وأضرت إنسان المنطقة والمناطق المجاورة. فأعتقد أن السلام جاء بقناعة من الطرفين، وخير دليل على هذا ما شهدناه خلال المراحل السابقة. الحكومة قامت ببعض الجهود لإعادة بعض الخدمات مثل الاتصال حتى وإن كانت جزئية، وبعض المصارف وبعض الخدمات مثل الطيران، وحتى إن لم تكن كافية جدا لإنسان المنطقة الذي تضرر لأكثر من عامين، ولكن تعتبر هي أيضا بادرة حسنية. وكذلك الجبهة بعد أن قدمت بعض الحلول وساهمت أيضا في تنفيذ بعض البنود مثل تسليم الأسلحة الثقيلة خلال الأسبوع الماضي، أعتقد في هذا المحتوى وفي هذا المنحى يوضح بأن هنالك نوع من القبول، هنالك تغارب الآن ما بين الحكومة والجبهة حتى، وشهدنا أن الجانبين الآن يواجهان تحدي كبير جدا من الداخل والخارج ومن بعض الجماعات المعارضة التي باتت تعارض الحكومة وتعارض جبهة تحرير تيغراي.
هذا يوضح بأن هنالك الآن قناعة تامة من الطرفين، ولكن بعض النقاط وبعض الجهات التي حقيقة لم يكن السلام في صالحهم ربما قد يعمل من وقت لآخر لعرقلة هذا السلام ولخلق نوع من الخلاف ما بين الطرفين أو زعزعة استقرار هذه الاتفاقية التي بدأت تسير على أفق أو على منح جيد. طيب سيد أنور، بشأن عملية تسليم الأسلحة، كيف تتم يعني كيف تمت عملية التسليم من قبل جبهة تحرير تيغراي؟ هل من ضمانات دولية بشأن ذلك؟ نعم، هنالك بعض الخبراء الذين ينادون من وقت لآخر أن هنالك يعني عدم وجود ضمانات، خاصة وجود الجيش الأريتري على أرض الواقع وعلى إقليم تيغراي والذي يقوم ببعض الانتهاكات ووجود بعض الميليشيات من إقليم أمهار المجاورة، الشيء الذي يرى البعض أن هذه ربما قد تكون عبئا صغيرا على الجبهة وحتى على الحكومة، ولكن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه باعتراف الطرفين وبحضور الآلية الأفريقية التي حقيقة تم تشكيلها من قبل الاتحاد الأفريقي بمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، تم تسليم الأسلحة في منطقة بالغرب من مدينة مغالي، الشيء الذي يوضح بأن هناك تسارع في وتيرة تنفيذ بعض البنود في هذه الاتفاقية، ولكن كما قلت لك وجود بعض الحركات المسلحة والجيش الأريتري. من الخرطوم أرحب بالسيد طاهر المعتصم، صحفي ومحلل سياسي. أهلا بك سيد طاهر. يعني سيد طاهر، ما هي فرص استمرار نجاح اتفاق السلام بين طرفين؟ وفي حال تم يعني نجاح هذا الاتفاق، هل هو كافي لسلام مستدام؟ ابتداء تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بالنسبة لاتفاق السلام، مؤكد أنه يجد قبول وتأييد من قبل جميع القوى الإقليمية وفي الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، لأنه يمثل صمام أمان للجارة أثيوبيا. مؤكد أن دعم اتفاق السلام من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي يأتي مقدمة لدعم قادم. فرص استدامة هذا السلام أنا أعتقد أنها جيدة في حال ابتعاد بعض الأطراف الأخرى عن إشعال فتيل الأزمات، لأن الطرفين في تقدير سواء الحكومة الفيدرالية الأثيوبية أو التيغراي قد وصلوا لمرحلة الإنهاك، وهذه الحرب التي اشتعلت تركت آثار عنيفة جدا على المجتمعين، بل تأثرت بها الدول الجوار مثل السودان في استقبال اللاجئين وغيره. أنا أعتقد أن القناعة التي وصل إليها الطرفان هي صمام الأمان لصمود هذا الاتفاق. طيب سيد طاهر، يعني كما أشار تقرير وزارتا الشؤون الخارجية الفرنسية والألمانية وصلا إلى زيارة إلى العاصمة الأثيوبية إديس أبابا، ما دلالات هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بالذات؟ مؤكد أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع وزيرة الدولة مع المجموعة أخرى دلالات أن المجتمع الدولي يهتم جدا بالقرن الأفريقي بما يحدث فيه، وأنهم سيدعمون أي اتفاق يصل إلى إيقاف الحرب، إلى عودة النازحين واللاجئين. ودلالات هذا الاتفاق أنه لكي يصبح اتفاق مستدام يحتاج إلى دعم مالي لإعادة الكهرباء، لإعادة المدارس، لإعادة جميع المشاريع، تأهيل شبكة الكهرباء في المناطق المتضررة. كل هذه الأمور بزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية والألمانية بيأكد أن المجتمع الدولي يقف خلف هذا الاتفاق ليصل إلى مراميه. سيد أنور، يعني إذا تحدثنا عن المنح المالية التي وصلت إلى أثيوبيا، هل هناك آلية أو ضمانات لوصول المساعدات المالية الأوروبية إلى مستحقيها؟ تتعجز لها الضرب، وخاصة كما حدث من قبل في الأفريقية، فبعض الحكومات أحيانا قد لا توجه مثل هذه الدعومات إلى المحتاجين أو إلى المتضررين، ربما قد تكون لها اتجاهات أخرى، وهذا شيء طبيعي جدا، وأعتقد لن يكون ببعيد على هذه الدول الداعمة والجهات المانحة، ربما قد تكون تقوم بغلق آلية، وهنالك شروط، وكما هو معروف أن بعض الدول الغربية تستخدم أسلوب الجزرة والعصا في مثل هذه الحالات، وتقدم مساعدات مشروطة بشروط وببعض البنود وبعض المتابعات حتى لا يتم تحويل المبالغ الى جهات اخرى او لاغراض دونها.
سيد طاهر، يعني رأيك في هذه الجزئية، يعني هل من الممكن أن تصل هذه المساعدات التي قدمتها فرنسا وأيضا المساعدات الأوروبية إلى من يستحقها في الإقليم؟ نعم، أنا أعتقد أن فرنسا والمنظمات سواء الاتحاد الأوروبي وغيرها أصبحت لها آليات تراغب وصول المساعدات والمنح إلى مستحقيها في مشاريع إعادة البناء، وهذه المشاريع التي ذكرت تهدف لدعم 12 مليون شخص في الجزء الشمالي من أثيوبيا عبر دعم النشاطات الزراعية وغيرها. مؤكد أن هناك آليات لرغبة وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها عبر شراكات من المجتمع المدني، ومؤكد أن تجارب سابقة قد أهلت هذه المنظمات والدول لتأكد من وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حقيقة. سيد أنور، يعني على الرغم من أنه اتفاق السلام تم برعايات إفريقية ودولية، ولكن يرى البعض أن بؤر التوتر ما زال موجود في بعض مناطق البلاد. برأيك هل من الممكن أن تشتعل الحرب مجدداً؟ نعم، في الشمال لا أعتقد ذلك، لأن الطرفين اقتنعا بأنه لابد من السلام، وخاصة بعد أن استفز الطرفين كل غواهم وكل ما يمتلكون من أسلحة، والأضرار توسعت بل انفجرت الحرب حتى من إقليم تيغراي. سيد أنور، سيد طاهر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد أنور. دعني أنتقل إليك بهذا السؤال، يعني اتفاق السلام تم برعايات إفريقية وأيضا دولية، ولكن يرى البعض بؤر التوتر ما تزال موجودة في بعض مناطق البلاد. هل من الممكن يعني أن يعود الحرب أو تشتعل الحرب مجددا في تلك المناطق؟ في تقدير أنه من الصعوبة بما كان، إذ أن هذه الحرب التي اشتعلت في العام الماضي تكاد تكون غاضت على الأخضر واليابس في منطقة شمال أثيوبيا، وكما أسلفت أثرت على دول الجوار مثل السودان وغيرها. مؤكد أن الطرفان سواء الحكومة الفيدرالية أو التيغراي وصلوا إلى ما يمكن أن نسميه توازن الضعف في قناعاتهم بأن الحرب ليس هي الأسلوب الأمثل للوصول إلى انتصارات. المفاوضات التي جرت في جنوب أفريقيا وبحسب المراقبين والمتابعين كانت تناقش التفاصيل لحسم أي إمكانيات لعودة أو اشتعال العنف مرة أخرى. أنا أعتقد أن جميع الأطراف قد وعت الدرس، وأن السلام كقيمة كبيرة يتوجب أن يدفع الجميع نحوها، وشهدنا تسليم الأسلحة. نعم. المؤكد أن هذا الأمر هو دلالة. سيد طاهر، يعني ما الذي استفادته جبهة تحرير تيغراي من هذا الاتفاق الذي نص على تسليم أسلحتهم للحكومة الفيدرالية؟ يعني هل من المتوقع أن تكون هناك تنازلات سرية لم تظهر للعلن، وما التنازلات التي قدمتها الحكومة للجبهة، أم أن الاتفاق فقط لإيقاف نزيف مزيد من الدماء والنزوح بحق شعب الإقليم؟ لا، أنا أعتقد أن الاتفاق كان تحت الأضواء فوق الطاولة كما يقولون. وصل الأطراف إلى قناعة بأن الوصول لاتفاق هو الحل. لو شهدت يا سيدتي ضحايا هذه الحرب في مناطق اللجوء في شرق السودان، السيدات التي تعرضن لانتهاكات، الأطفال الذين خرجن، مؤكد أن الغادة في الطرفين وصلوا لقناعة كاملة أن الوصول لهذا الاتفاق وتقديم التنازلات من الطرفين مع تعهدات بإعمار مناطق التيغراي، إعمار كبير سواء للمزارعين في التيغراي أو في الأمهرة أو في العفر، كل هذا بيأكد أن الاتفاق كان واضح وسيؤدي مراميه وسيصمد رغم محاولات كثيرة لأن لا يصمت هذا الاتفاق، ولكن أنا أعتقد أن الإرادة السياسية هي التي توفرت وليس التنازلات. الإرادة السياسية من التيغراي ومن الحكومة الفيدرالية هي التي جعلت التوصل لهذا الاتفاق ممكنا.
السيد أنور، هل تتفق مع ما قاله السيد طاهر أنه ليست هناك أي تنازلات من قبل الحكومة الأثيوبية لجبهة تحرير تيغراي لإبرام هذا الاتفاق؟ نعم، هي ليست تنازلات كما يعني صح المصطلح أو يكون واضحا، ولكن هي اتفاقية وقناعة حقيقة، كما شهدنا ذلك كما قلت لك في سابق الحلقة أن الخلاف والصراع استمر لفترة طويلة جدا. الحكومة كانت تتوقع أن ينتهي الصراع في أقل من أسبوع أسبوعين، ولكن استمر، وكذلك الجبهة كان تقييمها لقوة الحكومة حقيقة غير حقيقي، ولكن في الأخير اقتنع الطرفين بالجلوس والجميع تقدم تنازل. هي ليست الحكومة أو الجبهة، ولكن الطرفين اقتنعا بأن السلام لابد منه من أجل مصلحة الشعب، من أجل مصلحة البلاد التي تعرضت لهزات كبيرة جدا اقتصاديا وإنسانيا، وكذلك العديد من التحديات التي واجهها الطرفين. فكانت قناعة بأن يسعى لحوار بخروج بهذه الأزمة لبر الأمان، وحدث هذا، والآن تسير الاتفاقية بصورة جيدة جدا، سوى بعض العقبات وبعض العقبات التي اتفق الطرفان لتخطيها. ربما قد يتم حل كافة الخلافات والقضايا العالمة، إن لم يكن ذلك ربما قد نشاهد بعض الضغوط خاصة الغربية والإقليمية التي كان لها دور كبير جدا في دعوة الطرفين أو إجبار الطرفين للجلوس من إديس أبابا. كنت معي السيد أنوار إبراهيم كاتب صحفي، وأيضا من الخرطوم كنت معي السيد طاهر المعتصم صحفي ومحلل سياسي. أشكركما ضيفي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.